يا قارئ القرآن قد وفاك من زمرة الإتقان ما أغناك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. هذا هو المجلس الثالث والأخير من مجالس عرض رسالة أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمة الله عليه. وهذه الرسالة كما مر بكم وبكنا رسالة في غاية النفاسة، لا ينبغي أن يكون آخر العهد بها هو هذا المجلس، وإنما لابد أن تكرر ولابد أن تدرس في الحلقات وفي المقارئ وفي حلق العلم، كما أوصى بذلك عدد من مشايخنا، وهي جديرة بذلك وخليقة به. وهذا إن شاء الله هذه المجالس لمن فاته بعضها أو يريد أن يكررها، ولا بد أن يكررها، ستعرض على قناة مقرأة جامع الملك خالد إن شاء الله تعالى، ستعرض عليها بعد المونتاج وبعد يعني إكمال جاهزيتها، ستعرض على القناة إن شاء الله، والرابط لديكم معروف، ولعل هذا يأخذ أسبوعا أو نحو من ذلك. ربي يسر وأهني يا كريم. بإسنادكم حفظكم الله تعالى ونفعنا بعلومكم إلى الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن أبي وكيع قال: سمعت زاذان أبا عمر يقول: دخلت على ابن مسعود رضي الله عنه فوجدت أصحاب الخز واليمنية قد سبقوني إلى المجلس، فناديته: يا عبد الله، من أجل أني رجل أعمى أدنيت هؤلاء وأقصيتني؟ قال: ادنه. فدنوت حتى ما كان بيني وبينه جليس. قال محمد بن هذا زاذان هو مولى لابن مسعود رضي الله عنه، قال: وجدت أصحاب الخز واليمانية، وهذه من الثياب الفاخرة كناية عن أنه كان يجالس بعضا من أهل الثراء وبعضا من أهل الغنى، فقال: من أجل أني رجل أعمى أدنيت هؤلاء وأقصيتني. هو لم يقصه، هو أصلا تأخر، زاذان تأخر عن المجلس، قال: أدنيت هؤلاء وأقصيتني، فقال: أدنه. فدنوت، هذا من تلطفه رضي الله عنه، وهذا من تلطف طلبة العلم لبعض الطلاب الذين قد يجدون في نفوسهم، خصوصا إذا كانوا في حال فقر وفي حال يعني لا يلتفت إليهم، وكانوا من الناس يعني الذين رقيق الحال، فربما يجد في نفسه شيئا، فقال: أدنيت هؤلاء وقصيتني. فتلطف معه رضي الله عنه غاية التلطف، فقال: أدنه. فدنوت حتى ما كان بيني وبينه جليس. وهذا ينبغي للمعلمين أن يرفقوا بطلابهم، خصوصا من كان مثل هؤلاء. نعم. قال محمد: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأحب له إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به صلاته، ويصلح له أمره أن يؤم به في الصلوات إذا احتيج إليه، فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه، ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة. وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه، ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذا ينتفع هو أيضا، يتدبر ما يسمع من غيره، وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم.
ويتأول قول الله عز وجل، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة مع الله سبحانه، وكان أنفع للقارئ عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وبه إليه قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال أنا قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان عن سليمان يعني الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فافتتحت سورة النساء، فلما بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فرأيت عينيه تذرفان، فقال لي: حسبك. قال محمد بن الحسين: وأحب لمن كان يقرئ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد، ولا يكون ثان معه، فهو أنفع للجميع. وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة. ورد عن السخاوي رحمة الله عليه أنه كان يقرئ أكثر من واحد في نفس الوقت، وهذا مما تعجب منه الحافظ الذهبي، وليس عليه عمل القراء. عمل القراء إذا كان غير تلقين أن يكون القارئ واحدا، فما جعل الله لرجل من قلبين في جوف. وما نقل عن السخاوي هذا استنكره، أورده الذهبي مستنكرا له، وليس عليه عمل القراء، إنما عملهم أن يقرأ القارئ الواحد على الشيخ حال العرض عليه وحال التعليم. أما إن كان تلقينا فلا بأس أن تزيد الحلقة إلى يعني أعداد كبيرة أو قليلة على حسب ما يرى الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي من قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط ألا يعنفه وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري ألا يعود إلى المسجد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في التبيان عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله، يعني هاشا باشا مرحبا بطلبة العلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا بشر بن الوليد حا، وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن أبي سويد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. وبه إليه قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة بن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن عمرو بن عامر البجلي أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جبابرة العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه. ثم أقول إنه ينبغي لمن كان يقرئ القرآن لله جلت عظمته أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وألا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم فيها، وأختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه، وأحب له أن يصون القرآن عن أن تقضى له به الحوائج.
فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها، فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها له شكر الله عز وجل إذ صانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا وإذ سهل له قضاءها، ثم يشكر لمن أجري ذلك على يديه، فإن هذا واجب عليه. في الأثر الذي ذكره عن عمر بن الخطاب: وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون. هذه وصية السلف دائما للمعلم والمتعلم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: الدين النصيحة، ومن النصيحة لله وكتابه إكرام قارئه وطالبه، وإرشاده إلى مصلحته، ومساعدته على طلبه بما أمكنه، وتألف قلب الطالب، لأنه وأن يكون سمحا بتعليمه، متلطفا به، محرضا له على التعلم. وينبغي أن يحنو على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، وأن يجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه. وهنا أيضا كرر معنى هو عدم استقضاء الحوائج بالقرآن، وهذا معنى لطيف من الورع الذي اشتهر عن السلف وتواترت به الأخبار، كما سيسوق الآن الكثير من الأخبار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد رويت فيما ذكرت أخبار تدل على ما قلت وأنا أذكرها ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة إن شاء الله تعالى. حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا إسحاق بن الجراح الآذاني قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع البوراني قال: كنت عند عبد الله بن إدريس، فلما قمت قال لي: سل عن سعر الأشنان، فلما مشيت ردني فقال: لا تسل، فإنك تكتب مني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. الأشنان هو يعني يشبه الصابون الآن، كانوا يعني يستخدمونه في التنظيف. عبد الله بن إدريس من أئمة السلف رحمة الله عليه، وهو ممن يعد في شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، وهو صاحبه أيضا. قال: سل لي عن سعر الأشنان. قال طلب من ممن يقرأ عليه الحديث أو يسمع منه الحديث أن يسأل له فقط عن سعر الصابون، ما طلب منه أن يذهب ليشتري له ويعطيه المال، أو يشتري له على حساب الطالب، لا، فقط يسأل عن السعر. ثم قال تورعا رحمه الله: وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. وهذا المعنى سيتكرر كثيرا، وهذا كله من ورعهم، من مبالغتهم في الورع رحمة الله عليهم. نعم، قال حدثنا. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: وحدثنا أبو الفضل قال حدثنا إسحاق بن الجراح قال خلف بن تميم مات أبي وعليه دين، فأتيت حمزة الزيات فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا، فقال لي حمزة رحمه الله: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن، وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء. وبه إليه قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصامد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الناس، إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. وبه إليه قال: حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي وأبو النضر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس أنه قال: مكتوب في التوراة: علم مجانا كما علمت مجانا. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخرد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني أنه قال: قال عبد الرحمن بن شبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا. وبه طيب إليه قوله في الحديث: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، المغالاة هي الزيادة والإفراط ويعني الغلو ويعني التشدد كما يقولون، هذا مذموم. ولا تجفو عنه العكس، التفريط والتقصير وعدم يعني مراعاة حدود الله عز وجل. ولا تأكلوا به،
أي لا تجعلوه سلعة وبضاعة تتأكلون به ولا تستكثروا به. وهناك خلاف بين أهل العلم في أخذ الأجرة على التعليم، تعليم القرآن أو على غيره، فمنع من ذلك مطلقا الزهري وأبو حنيفة وجماعة من أهل العلم، ورخص فيه إن لم يشترط الحسن والشعبي وابن سيرين وغيرهم، وجوزه عطاء ابن أبي رباح ومالك والشافعي، وكان متقدم الحنفية يمنعون ذلك، يحرمون أخذ الأجرة، لكن رخص فيه متأخر الأحناف لما يحصل من تعطيل كثير من مصالح المسلمين بالقول بالتحريم أخذ الأجرة على التعليم. لكن لا بد أن يستحضر المقرئ والقارئ إذا كان يحتاج مالاً على إقرائه، لا بد أن يستحضر أن هذا المال إنما يأخذه لحبس وقته وليس للتعليم، وإنما يبذل التعليم لله عز وجل، ولا ينبغي أن يقوده هذا الأخذ الذي هو بحاجة إليه، لا ينبغي أن يقوده إلى تساهل في التعليم أو تفريط فيه أو منح إجازة أو شهادة لمن لا يستحق، فهذا محرم بالإجماع، ستكتب شهادته ويسألون. لا ينبغي أن يعطى أحد شيئا لا يستحقه مطلقا، ولكن إن كان يحتاج فالقول بالترخيص فيه هو قول قوي، وهو الأظهر من أقوال أهل العلم، ولا سيما أن كثيرا من طلبة العلم ليسوا من الأغنياء ولا من الأثرياء، ويحتاجون إلى أن يكونوا يعني يكون لهم مورد يعيشون منه. فالقول ب يعني الترخيص فيه قول قوي، ولعله هو الراجح لمن يحتاج إليه، لكن بالشروط التي ذكرناها، بعدم بذله لمن لا يستحق، أو بعدم يعني إعطاء شهادات وإجازات لمن لا يستحق من أجل المال، فهذا كله محرم ومرذول جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن واقد مولى زيد بن خليدة عن زاذان أنه قال: من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. وبه إليه قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد وعن غير وقال غير شعيب وعلقمة، ولم أرى شعيبا ذكر علقمة. قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا العلم وضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها. ولا ينبغي لأهل العلم ذلك، لا ينبغي أن يهينوا هذا العلم، وإنما ينبغي أن يكون العلم رفعة لهم، ولا يبذلوه لأهل الدنيا، إنما يبذلوه لأهله. وفي ذلك يقول الجرجاني رحمة الله عليه: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكنهم أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، نعوذ بالله من حالهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله عز وجل هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى في أي أوديتها هلك. وبه إليه قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن خيرون قال حدثنا عباس بن بكار الضبي قال حدثنا عيسى بن عمر النحوي قال: أقبلت حتى قمت عند الحسن فسمعته يقول: قراء هذا القرآن ثلاثة رجال، فرجل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد، ورجل قرأه فأقام على حروفه وضيع حدوده، يقول: إني والله لا أسقط من القرآن حرفا كثر الله بهم القبور.
وأخلى منهم الدور، فوالله لهم أشد كبرا من صاحب السرير على سريره ومن صاحب المنبر على منبره. ورجل قرأه فأسهر ليله وأظمأ نهاره ومنع به شهوته فجثوا في برانسهم وركدوا في محاريبهم. بهم ينفي الله عز وجل عنا العدو، وبهم يسقينا الله تعالى الغيث. وهذا الضرب من أهل القرآن أعز من الكبريت الأحمر. هذا الضرب هو الذي ينبغي أن يكون عليه حال أهل القرآن. أسهر ليله وأظمأ نهاره ومنع به شهوته فجثوا في برانسهم وركدوا في محاربهم. هؤلاء هم الذين ينفي الله عنا بهم العدو، وبهم يسقينا الله تعالى الغيث. قال ابن تيمية رحمه الله: يصف أهل القرآن الحقيقيين صاحب القرآن دائم التفكر في معانيه والتدبر لألفاظه، مستغن بكلام الله وحكمه عن كلام الناس، وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن، فإن شهد له بالتزكية قبله، وإلا رده، وإن لم يشهد له بقبول أو رد وقفه. همته عاكفة على مراد الله تعالى من كلامه، ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن. قال ابن القيم: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور قلب من يخاطبه، من تكلم به سبحانه، كأن الله عز وجل يخاطبك بهذا القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن حسين: الأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي من هذا نصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم. إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، إذ بذلوه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم. أعاذ الله حملة القرآن من ذلك. آمين. فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين يتأدب بأدب القرآن، يقتضي ثوابه من الله تعالى، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله جلت عظمته. وبه إليه قال: حدثنا علي بن إسحاق ابن زاطية قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت أيوب السختياني يقول: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله جلت عظمته. طبعا وضع الرماد هذا ليس يعني على يعني ظاهره، وإنما يقصد به أن يكون غاية التواضع، يقصد به أن يكون غاية التواضع، ولا يقصد به أن يضع الرماد حقا على رأسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر أخلاق من يقرأ القرآن على المقرئ. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من كان يقرأ القرآن على غيره ويتلقن، فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه، وتواضع في جلوسه، ويكون مقبلا عليه، فإن ضجر عليه احتمله، وإن زجره احتمله، ورفق به، واعتقد له الهيبة والاستحياء منه. وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه، فهو أعلم بنفسه. إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من خمس فلا ينبغي أن يسأل الزيادة، وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيات لم يسأل أن يلقنه خمسة، فإن لقنه الأستاذ ثلاثا لم يزده عليها، وإن علم من هو من نفسه أن يحتمل خمسا سأله أن يزيده على أرفق ما يكون، فإن أبى لم يؤذه بالطلب وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة ممن يلقنه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ولا ينبغي له أن يضجر من يلقن فيزهد فيه، وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره، ولا يجف عليه إن جف عليه، ويكرم من يلقنه إذا كان هو لم يكرم، وتستحي منه إن كان هو لم يستحي منك. تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، فبالحري يعرف حقك، لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم. فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل أنت عن واجب حقه، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم، وأمرك بطاعة العلماء، وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن
مالك بن الخير الزبادي من أهل اليمن عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. قال أحمد: يعني يعرف حقه. في هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمة الله عليه، هذا مما يبين آداب المتلقي القارئ الذي يأخذ عن المقرئ. وطالما قالت الشيوخ: تعليم باب مفتاحه إجلال الشيخ وهيبته، فإذا كان المتعلم يجل شيخه فتح له من أنوار العلم وبركاته، وإن كان غير ذلك حرم بقدر ما أصابه. وكلما عظم الأدب من الطالب كلما عظم الانتفاع بالعلم. وسبق أن روينا قول بعض السلف الذي اشتهر: نحن إلى قليل الأدب، يعني قليل من الأدب، أحوج منا إلى كثير من العلم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سناً وأقل شهرة. قد يكون الطالب أشهر من الشيخ في بعض الجوانب، وإن كان أقل شهرة ونسباً وصلاحاً، ويتواضع للمعلمه، فبتواضعه للمعلم يدركه العلم. قالوا: العلم حرب، يعني ممنوع للفتى المتعالي، كالسيل حرب على المكان العالي. فينبغي له أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ويوكل إليه أمره كما يكون المريض مع الطبيب الناصح الحاذق. وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى الانتفاع به. قال ابن عباس رضي الله عنه: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن حديث ما منعني إلا هيبته. ولعل الحديث المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه حين كان يأخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت، فقال: خل عنك يا ابن رسول الله، قال: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء. وقد أخذ كذلك ابن عباس رضي الله عنه بركاب دابة أبي، قيل له: أنت ابن عم رسول الله وتأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ قال: ينبغي للحبر أن يعظم ويسود. وأبي هو أعظم الصحابة، يعني أقرأ الصحابة كما جاء في الحديث. وحكايتهم في أدبهم مع مشايخهم وحاضر مجلس الشيخ حكايات عجيبة يطول استقصاؤها. فمما يذكر عن ذلك، يقول إن الرحمن بن أبي ليلى، يقول ابن سيرين: كان مع أصحابه يعظمونه ويسودونه ويخاطبونه كما يخاطبون الأمير. وورد مثل هذا عن الأعمش في قوله عن إبراهيم النخعي وغيره. وأكثر يعني عمل السلف على ذلك إجلال مشايخهم وتعظيمهم وتقديرهم. قال الشافعي: كنت أتصفح الورقة تصفحا رفيقا عند قال الربيع بن سليمان: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر هيبة له. الربيع طبعا من كبار تلاميذ الشافعي. ومن آدابه ومن آداب طالب العلم أن يتحمل جفوة الشيخ وسوء خلقه. أليس كل المشايخ هين لين سهل؟ بعض المشايخ فيه غلظة وفيه حدة في الطباع وفيه كذا. نقول: ينبغي أن يكون الشيخ، وينبغي أن يكون الشيخ. الشيخ يعني كبر على هذا، ماذا نفعل؟ لابد أن تحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأولات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. قال
رحمة الله عليه النووي، ويدخل على شيخه متطيبا متنظفا مستعملا السواك بين يدي الشيخ، وأن يقعد قعدة المتعلمين. بعضهم يجلس عند الشيخ وجالس كذا يعني، فكأنه هو الشيخ، ما تدري هو الشيخ ولا هو التلميذ. قد يقعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، ولا يرفع صوته صوتا بليغا من غير حاجة، ولا يكثر الكلام ولا الضحك من غير حاجة. ومما يتأكد العناية به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل الشيخ وملله واستيفازه وغمه وفرحه، من الأشياء التي تشق على الشيخ. بعضهم يعني في غاية الأدب، وبعضهم يعني يضجرك، يعني يجعلك تريد أن تهرب من المدينة التي فيها هذا الطالب. فينبغي الرفق بالشيخ والنظر في حاله، هل هو في حال مناسبة للقراءة، في حال مناسبة أم لا، ولا يضجره بكثرة الطلب وكثرة الإلحاح، فإن ذلك مما يضيق صدر الشيخ. نعم، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا الفريابي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن جميل الأسلمي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يدركني زمان ولا أدركه، لا يتبع فيه العالم ولا يستحيا فيه من الحليم، قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب. وبه إليه قال: أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أنه قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما. وحدثنا أحمد بن سهل الأشني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: الفقهاء والعلماء. وبه إليه قال: وحدثنا يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم وذكر مثله. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ثم ينبغي لمن لقنه الأستاذ ألا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه، وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ، أعني بحرف غير الحرف الذي تلقنه من الأستاذ، فإنه أعود عليه وأصح لقراءته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم. وبه إليه قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت لرجل: أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول، فأتيت بهم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جالس، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال لكم اقرأوا كما علمتم. وبه إليه قال: حدثنا ابن صاعد أيضا قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة، فدخلت المسجد فقلت: أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم: أنا. فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأها خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، اختلفنا في قراءتنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل امرئ منكم ما أقرئ. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: من قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحري أن يواظب عليه، وأحب ذلك منه، وإذا رآه قد التقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم تحمد عواقبه. هذا بالنسبة للمتعلم، ينبغي له ألا يكثر التنقل بين المشايخ حتى يضبط عن الشيخ، ثم إن أراد أن ينتقل إلى شيخ آخر فيستأذن شيخه أن ينتقل إلى هذا الشيخ، ولا يكثر التنقل لأن هذا قد يشوش عليه. ومن الأشياء التي ينبغي لطالب العلم ألا أن يتحلى بها، ألا يقول: قال فلان خلاف قولك. هذا يعني مما قد يوغر صدر الشيخ،
وإنما إن عرض الخلاف فلا داعي أن ينسبه إلى أحد، وإنما يقول سمعت بعض المشايخ كذا كذا، فهذا من الأدب، من كمال الأدب، ولا يعني تنقل أقوال يقول لا الشيخ الفلاني يقول والشيخ العلاني يقول وهذا خلاف ما قلت، وهذا ليس من الأدب في شيء، وإنما إن أردت أن يعني تنقل إلى الشيخ أقوال أخرى غير ما يرى بتلطف ورفق وحسن أدب وحسن عرض، فينبغي أن يكون بلا نسبة، ينبغي أن تذكر أن هذا قرأت في بعض الكتب، أن بعض المشايخ يذكرون، لو نبحث هذه المسألة، لو يعني لو يعني تكلفني تشرفني بأن أبحث هذه المسألة مرة أخرى، حتى يعني ربما زال عندي اللبس، يجعل يعني الخطأ دائما عنده، ربما زال عندي اللبس، ربما لم أفهم هذه المسألة على وجهها، وهكذا. لا هذا يا شيخ، الشيخ فلان يقول هذا، الشيخ يعني أكيد يعني النفوس ضعيفة، فربما يعني أوغر صدر الشيخ، وربما ثقل عليه تلقينه. نعم، ثم ذكر أدبا عاليا بعد ذلك عن الطالب مع الشيخ. نعم، وأحب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، وإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية فاختاره أن يقطع القراءة في 50 آية فليخبره قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه. وينبغي أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره، فإن شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه. وأحب له إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد، فإن أحب ينصرف انصرف وعليه الوقار ودرس في طريقه ما قد التقن، وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل، وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه، فإما يركع فيكسب خيرا، وإما يكون ذاكرا لله تعالى شاكرا له على ما علمه من كتابه، وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما لا يحل له أو معاشرة من لم تحسن معاشرته، فجلس في المسجد فحكمه أن يأخذ على نفسه في جلوسه في المسجد ألا يخوض فيما لا يعنيه، ويحذر الوقيعة في أعراض الناس، ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت مما لا يعود نفعه وله عاقبة لا تحمد. ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وفي انصرافه ما يشبه أهل القرآن، والله عز وجل الموفق لذلك. انظر إلى هذا الإمام العظيم، يعني كيف يعني حدبه وكيف شفقته وكيف نصيحته للمسلمين ولطلبة العلم، ما يترك شيئا إلا وينصح فيه ويبين ويعني يحث على الخير ويحذر من الشر. وننبه هنا في قضية التلقي إلى ما ذكره الإمام النووي، قال: ولا يتعلم. إذا أردت شيخا تقرأ عليه أو عالما تأخذ عنه العلم أو الفقه أو الحديث، قال: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. لا ينبغي أن تذهب إلى كل أحد، لا ينبغي أن تذهب إلى كل أحد، فإن لم يكن على هذه المرتبة فليكن قريبا منها، سددوا وقارب، وإن لم يكن على هذا، لم تستطع الوصول إلى هذا، فليكن قريبا. لا تذهب إلى مجاهيل تأخذ عنهم العلم، يعني هم لا يعرفون بعلم ولا يعرفون بدين، قد يكون بعض المجاهيل يعني أثبات في العلم، لكن أقصد لا بد أن يتحقق من علمهم، ولا بد أن يتحقق من ديانتهم، حتى لو كان يجيد المسائل ويعرفها ويعرف القراءات ويعرف كذا، لكنه قليل الديانة، ضعيف الخشية لله عز وجل، يتهاون في المحرمات، فلا تأخذ عنه هذا، فلا تأخذ عنه، خذ عن أصحاب الديانة وأصحاب الصيانة. ونعيد هذا القول النفيس للنووي رحمة الله عليه: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. وقد اشتهر عند عدد من السلف رحمة الله عليهم، منهم ابن سيرين ومالك وأنس وغيرهما،
وغيرهم إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ننتقل إلى الفصل قبل الأخير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب آداب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك، وذلك لتعظيم القرآن، لأنه يتلو كلام الرب عز وجل، وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن، ويدنو منه الملاك، فإن كان متسوكا وضعفاه على فيه، فكلما قرأ آية أخذها الملك بفيه، وإن لم يكن تسوك تباعد عنه. فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، فاستعملوا الأدب، فما منكم من أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه. وأحب أن يكثر القراءة من المصحف لفضل من قرأ في المصحف، ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر، فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به، ولكن لا يمسه، ولكن يتصفح المصحف بشيء ولا يمسه إلا طاهرا. طبعا السواك مندوب إليه في، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأما بالنسبة لفضل القراءة من المصحف أو من غيره، فالأقرب من أقوال أهل العلم إلى أن الأقرب إلى خشوعه هو الأفضل. إن كان خشوعه يتحقق أكثر في القراءة من المصحف فليقرأ من المصحف، وإن كان خشوعه يزيد بالقراءة غيبا عن ظهر قلب فهو الأولى. أما بالنسبة للطهارة من الجنابة فمفهوم، الطهارة من الجنابة، الأئمة على منع الجنب من القرآن قراءة ومسا للمصحف، وهذا يعني يكاد أن يكون إجماعا، وإن كان مالك لا يمنع الجنب خلافا للأئمة الثلاثة من القراءة. والمشهور عن الصحابة منع الجنب دون الحائض من القراءة، لأنه سيأتي الكلام عن منع الحائض أيضا. والمشهور عن الصحابة منع الجنب من القراءة دون الحائض، وما روي عن ابن عمر في ذلك من المنع فهو ضعيف، كما شيخنا الشيخ عبد الله العبيد في تعليقه على هذه الرسالة النفيسة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى ينقضي الريح، ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس به. وإذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب، ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن ولا آية ولا حرفا واحدا، وإن سبح أو حمد أو كبر أو أذن فلا بأس بذلك. وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها، وفي القرآن 15 سجدة، وقد قيل 14، وقد قيل 11، والذي أختار أن يسجد كلما مرت به سجدة، فإنه يرضي ربه عز وجل ويغيظ عدوه الشيطان. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي، يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وأحب لمن يدرس وهو ماشي في طريق فمرت به سجدة يستقبل القبلة ويومئ برأسه بالسجود، وهكذا إن كان راكبا فدرس فمرت به سجدة سجد يومئ نحو القبلة إذا أمكنه. وأحب لمن كان جالسا يقرأ أن يستقبل القبلة بوجهه إذا أمكنه، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس ما استقبل به القبلة. وأحب لمن تلا القرآن أن يقرأه بحزن ويبكي إن قدر، فإن لم يقدر تباكى. وأحب له أن يتفكر في قراءته وتدبر ما يتلوه، ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب، وأن يترك كل شغل حتى ينقضي درسه كان أحب إليه، ليحضر فهمه ولا يشتغل بغير كلام مولاه. الخلاف في سجود التلاوة واجب عند الحنفية، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو سنة متأكدة عند المالكية والشافعية والحنابلة والأوزاعي، ونوقل عن عمر وابنه وغيره فضيلة مؤكدة. و سجدات التلاوة ذكر الخلاف فيها، متفق على 10 سجدات فيها، ويدور الخلاف
في 5 سجدات، هل هي من سجدات التلاوة أم لا؟ قال في البكاء، قال الإمام النووي رحمة الله عليه، قال الإمام أبو حامد الغزالي: البكاء مستحب مع القراءة وعندها، وطريقة تحصيله أن يحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يقابل ذلك تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن، فإن لم يحزن على هذا ما يعني ما فيه من الوعد من الوعيد والتهديد والتخويف والتفزيع، فإن لم يحضره حزن ولم يحضر قلبه ولم يتأثر، فإنه يبكي على حاله أنه لم يحضره هذا الحزن. فإن استحضر هذا دائما، ربما لا تحضره هذه الحال دائما، ربما يغفل في بعض المرات، دائما يكون هذا شغله وعادته عند التلاوة وعند القراءة وعند الاستماع، فلعله إن شاء الله إذا قرأ القرآن أو سمعه كان ممن يخشع أو يبكي ويتباكى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله عز وجل من النار، وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى عما قاله أهل الكفر سبح الله تعالى جلت عظمته وعظمه. فإذا كان يقرأ فأدركه النعاس فحكمه أن يقطع القراءة ويرقد حتى يقرأ وهو يعقل ما يتلوه. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: جميع ما أمرت به التالية للقرآن موافق للسنة وأقاويل العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله تعالى. حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن الزهري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه، فلا تخرج آية من فيه إلا في الملك، وإذا قام يقرأ ولم يتسوك طاف به الملك ولم يجعل فاه على فيه. وبه إليه قال حدثنا فريابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحسن بن عبيد الله النقعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا رضي الله عنه كان يحث عليه ويأمر به يعني السواك. وقال: إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك منه يستمع القرآن فما يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يلفظ من آية إلا دخلت في جوفه. وبه إليه قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوساج قال: قلت لأحمد رضي الله عنه: القراءة على غير وضوء. قال: لا بأس بها، ولكن لا تقرأ في المصحف إلا متوضئا. قال إسحاق يعني ابن راهويه: هو كما قال سنة مسنونة. وبه إليه قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي رحمه الله تعالى قال: كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف وهو على غير طهارة فلا يمسه، ولكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفح به الورق. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن القراءة من المصحف لا تجوز أو لا يجوز مس المصحف بدون طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. وإذا يعني اضطر أن يقرأ من المصحف ولم يكن على وضوء فلا يمسه، وإنما يصفح بحائل أو بعود أو بنحو ذلك، وكذلك تفعل الحائض. فالحائض كما ذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم عدم منعها، كما ذكر يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: الأحاديث الواردة في منع الحائض لا تصح عند أهل الحديث. فلذلك الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وإذا احتاجت، إذا كانت حافظة تقرأ بلا إشكال، أما إذا كانت غير حافظة أو حفظها فيه شيء وتحتاج المصحف فلا تمسه بيدها، وإنما يعني يكون هناك حائل كقفاز أو نحوه، أو تقلب بعود أو نحو ذلك مما يقلب به. أما الجنب فيعني يكاد يعني يكون إجماعا على ترك القراءة إلا ما ورد عن مالك. نعم. أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا المشرف بن أبان قال حدثنا ابن عيينة عن زرزور أنه قال: قلت لعطاء: اقرأ القرآن فيخرج مني الريح. قال: تمسك عن القراءة حتى ينقضي الريح. وبه إليه قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن حسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه قال: إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك. وبه إليه قال: أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم فليرقد، فإن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه. هذا يعني الذي ذكر في موضوع التثاؤب وموضوع الريح وغير ذلك هو من شدة تعظيم القرآن الكريم، فكلما كان تعظيمك للقرآن وللعلم أعلى وأرفع كلما كان انتفاعك به أعلى. لذلك اعتنى السلف بمثل هذه المسائل، وإن كانت يعني ننظر بعض إلى أنها بسيطة لكنهم اعتنوا بها ونبهوا عليها. أما موضوع إذا نعس أحدكم فليرقد، فقالوا سواء هذا في النافلة قولا واحدا، هذا في النافلة قولا واحدا يعني يتوقف عن القراءة، وإذا كان كذلك يقرأ قراءة محضة ليست فيه صلاة يتوقف عن القراءة، لأنه ربما كما سيأتي في الحديث: فإن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه. قال العلماء: أما في الفريضة فإن استطاع أن يجاهد نفسه، يعني إذا حصل له هذا النعاس، وإن استطاع أن يجاهد نفسه دون مشقة شديدة عليه فليفعل ويخفف صلاته ويكملها ولا يقطعها. أما كما ذكرنا إن كان في نافلة أو إن كان في قراءة محضة فليوقف هذه القراءة ويكمل بعد نشاطه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قال أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة يقول: دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، أو قال: لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. وبه إليه قال: أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. قال محمد بن الحسين: جميع ما ذكرته ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به ولا يغفلوا عنه، فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا أنفسهم بالمحاسبة لها، فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه، حمدوه في ذلك وشكروا الله عز وجل على ما وفقهم له، وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراث به، استغفروا الله عز وجل من تقصيرهم وسألوه النقلة من هذه الحال التي لا تحسن بأهل القرآن ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاها، فإنه لا يقطع من يلجأ إليه. ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره وعاد عليه من بركة القرآن كل ما يحب في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحائضة لا تمنع من القرآن. قال ابن تيمية: ليس في منعها من القرآن سنة، فإن الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وقد أفتت اللجنة العلمية للإفتاء في المملكة العربية السعودية بجواز قراءة الحائض للقرآن في أصح قولي أهل العلم. قالوا: ولم يتكلم الصحابة في منع الحائض من التلاوة. وأكدنا هذا لأنه قد يشكل عند بعض الإخوة والأخوات. وينبغي للمسلم ولصاحب القرآن أن يعود على نفسه دائما بالمحاسبة وباللائمة إن كان مقصرا، ويسأل الله الزيادة إن كان محسنا، ويطلب المزيد، ويعني يتقرب إلى الله بما استطاع من قربه. نعم. حدثنا أحسن الله إليكم.
وبه إليه قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا همام عن قتادة رضي الله عنه أنه قال لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضاء الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وبه إليه قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الخوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عمرو بن حمران ابن حمران عن سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. قال البلد الطيب المؤمن سمع كتاب الله فوعاه وأخذ به وانتفع به كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعت والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أي إلا عسيرا. فهذا مثل الكافر قد سمع القرآن فلم يعقله ولم يأخذ به ولم ينتفع به كمثل هذه الأرض الخبيثة أصابها الغيث فلم تنبت شيئا ولم تمرع شيئا. وهذا يعني أشبه القرآن بأنه كالغيث للأرض، فإن كان البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، إن وافق تربة قسمة ووافق نفسا مهذبة ووافق قلبا سليما فإنه ينبت ويخرج بإذن ربه. وإنما الوحي هو يعني غيث القلوب وشفاء النفوس من هذه الأمراض، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يقوم القارئ عن القرآن إلا بزيادة إن كان عمل بما فيه وانتفع بما فيه أو بنقصان إن كان غير ذلك. يعني القرآن يقرأ في واد وهو يسلك في واد آخر، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم. فبالقرآن وبالعلم وبأوامر الشريعة حياة القلوب. وقال عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وهذا من اهتدى بهدي القرآن ومن استنار بأوامر القرآن فهذا له نور يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها من أعرض عن القرآن، نعوذ بالله من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في حسن الصوت بالقرآن. أخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا أوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله أنه حدثه عن فضالة بن عبيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة. وقال الأوزاعي أذنا يعني استماعا. وبه إليه قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو قدامة وعمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال زينوا القرآن بأصواتكم. وبه إليه قال حدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال قلت له قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ما معناه؟ قال التزيين أن يحسنه. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله عز وجل قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله عز وجل به وليقرأه لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا والميل إلى الثناء والجاه عند أبناء الدنيا والصلاة بالملوك دون الصلاة بعوام الناس. تحسين الصوت بالقرآن مندوب إليه، وقد جاء فيه غير ما حديث، وذكر أورد المصنف هنا بعضا منها، وسيأتي أيضا في الصفحات التالية بعضا من هذه الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة ابن مسعود، بل أمره أن يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري. وسمع صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، مادحا قراءته، مادحا حسن صوته بالقرآن. قال لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا، أي أن تحبير الصوت وتحسينه بالقرآن هو من المستحبات المتأكدات لصاحب القرآن، فقد ورد بها كما رأيتم
عدة أحاديث، لكن هذا التحسين وهذا التزيين لا بد أن يكون يعني متقيدا بما ذكره الأئمة من أحكام التلاوة التي نقلها الأئمة عن أشياخهم إلى الحضرة النبوية الأفصحية، ولا يكون متكلفا يقصد التطريب ويعني يعني استدرار إعجاب السامعين، وإنما يقصد بذلك أن يخشع قلبه وأن يخشع قلب من يسمعه، وليحذر من قصد المراءاة وطلب المحمدة عند الناس، وعليه استحضار أن ذلك التحسين هو مما يعينه هو ويعين سامعيه على حسن التدبر وحسن الفهم والخشية لله عز وجل. فإن استحضر هذه النية فهو في على أجر عظيم، وقد أوتي كما قال يعني الأجر قد خصه الله بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه وليقرأه لله لا للمخلوقين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن ملت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت عليه أن يكون حسن صوته فتنة عليه، وإنما ينفع حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية، وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم، فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل وينتهوا عما نهاهم عنه. فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. قال: حدثنا عمر بن أيوب السخطي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله عز وجل. وبه إليه قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري أنه قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة، فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام سفيان بن عيينة وغير واحد من العلماء رضي الله عنهم، يأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع بقلبه. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: المشروع تحسين الصوت الباعث على تدبر القرآن وخشوع القلب، أما الأصوات والانقياد للطاعة، أما الأصوات والنغمات المحدثة المركبة على الأوزان الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن منزه عن ذلك ويجل ويعظم أن يسلك به هذا المسلك. ولعل القول الوسط ما اختاره الشيخ عبد العزيز القاري رحمة الله عليه في كتابه النفيس ورسالته النفيسة سنن القراء ومنهج المجهودين، أن هذا التحسين وهذا التزيين للصوت في القرآن إنما ينبغي أن يكون متقيداً بما نقل له الأئمة من أحكام التجويد، فإن كان كذلك ولم يكن في هذا الذي يقرأ به مخالفة للتجويد، أو أن يكون المقام واللحن الذي يقرأ به هو الذي يحكم على القراءة فيمد في غير موضع المد ويغن في موضع الغنة ويعني يقصد التطريب وكما يشبه الغناء، أو يكون مشابها، ينبغي ألا يكون مشابها لألحان أهل الفسق والفجور، لا تنبغي لهذه المقامات أن تأتي في قراءة القارئ، ولا ينبغي أن يشبه مقامات وترانيم أهل الكتابين، فإن خلا من ذلك لعله كما ذهب إليه رحمة حفظه الله لعله ألا يكون به بأس، فإنه كما قال يعني هو من تحسين الصوت بالقرآن ولا يكون مقصدا في ذاته، وإنما يعني بما يتحصل به إلى زيادة التدبر وزيادة الفهم وزيادة يعني التأمل والامتثال للقرآن والانقياد والخشوع عند تلاوته. فإذا حسنت النية في ذلك وكان متقيدا بهذه القواعد لعله إن شاء الله يكون من باب تحسين الصوت بالقرآن. والمسألة على أي حال فيها خلاف مشهور بين أهل العلم.
نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا هيثم ابن أيوب الطالقاني قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع قال حدثني ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائبي قال قدم علينا سعد بن مالك بعدما كف بصره فأتيته مسلما وانتسبني فانتسبت له فقال مرحبا بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا. وبه إلي قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسماعيل بن سيف بن عطاء الرياحي قال حدثنا عبد بن عمرو أخو رياح القيسي قال حدثنا سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بحزن فإنه نزل بحزن. قيل لابن أبي مليكة فإن لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع. وقال وكيع وابن عيينة ومن لم يتغن به يعني يستغني به. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال محمد بن حسين يعني استمع ما أذن الله ما لشيء ما أذن لنبي يعني ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهذا يؤيد من ذهب إلى القول بأن المقصود التحسين وليس المقصود به الاستغناء كما ذكر ذلك بعض أهل العلم حكاه عن وكيع وابن عيينة، وإنما ظاهر الأحاديث هي تحسين الصوت بالقرآن والتغني به على حال يعني توافق ما ذكره الأئمة في مصنفاتهم وما حكاه القراء من القراءة الصحيحة. وفي ذلك قوله تعالى وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وأذنت أي استمعت، واستمعت استماع طاعة واستماع انقياد. ما أذن الله ما لشيء ما أذن لنبي أي ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي إلى آخره. قال محمد بن حسين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال محمد بن حسين فأحب لمن قرأ القرآن أن يتحزن عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه ويتفكر في الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحزن. ألم تسمع إلى ما نعت الله عز وجل من هو بهذه الصفة وأخبر بفضلهم؟ فقال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الآية. ثم ذم قوما استمعوا القرآن فلم تخشع له قلوبهم. فقال عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون يعني لاهين. ثم ينبغي لمن قرأ القرآن أن يرتل كما قال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. قيل في التفسير يبينه تبينا. واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه وانتفع هو بذلك لأنه قرأه كما أمر. قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث يقال على تؤدى. قال ثم ينبغي له لمن قرأ القرآن أن يرتل، فإن هذا الترتيل هو مأمور به. قال ورتل هذا أمر وأكده بالمصدر ورتل القرآن ترتيلا، فلا ينبغي أن يقرأ القرآن بغير ترتيل وبغير تجويد. قال واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به إلى آخر ما ذكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسام عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا بينه تبينا. وبه إليه قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان بن عن عبيد المكتب عن مجاهد. يبدو والله أعلم أنه المكتب أقرب. الله أعلم. أحسن الله إليكم. عن مجاهد في قول الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث قال على تؤدى. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى والخير من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه. وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة من المسلمين. حدثنا جعفر بن يعني طبعا القراءة هو يقول قرأ درس والدرس وكذا يقصد بالدرس والقراءة.
طبعا عندنا السلف رحمة الله عليهم كان لهم ختمات على مستويات متعددة، فهناك ختمة للتلاوة المجردة ورد فيها عجائب، بعضهم كان يختم في ليلة وبعضهم كان يختم ختمتين في ليلة إلى غير ذلك، مهم هو مشهور في كتبي وأورد نووي كثيرا منه في التبيان. وهذه القراءة، قراءة الحدر السريعة الاستكثار من الحسنات والأجور العظيمة، وهناك لها قراءة للحفظ والمراجعة، هذه ختمات أيضا تحتاج إلى وقفة، وهناك ختمات للمدارسة وختمات للتفسير وللتدبر، حتى إنه ورد عن بعض السلف إنه يعني بدأت في ختم ذو بضع سنين لم أنتهي منها، ويقف عند كل آية ويتأمل وينظر ما فيها من التفسير وينظر ما فيها من يعني الأحكام ويتأمل ويراجع. فهذه يعني ينبغي أن تكون للمسلم ختمات كثيرة مع القرآن، ولا تقطعه واحدة عن الأخرى، ولا ينبغي أن ينشغل الحافظ يقول أنا أراجع فقط، لا بد أن يكون لك ورد للعبادة، التعبد لله عز وجل بالقراءة، اقرأ تعبدا لله عز وجل، ليس فقط المراجعة وتقول أنا هذا وامسك علي المصحف، لا، اقرأ على الأقل جزء في اليوم أو جزئين على الأقل، ويعني الحافظ لا يحسن به أن يقصر عن ثلاثة أجزاء، وإن كان مشغولا جدا وقصر إلى جزئين فهذا يعني تقصير، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. فالمذكور في هذا ينبغي أن ينظر إليه عموما. أيضا هناك يعني قول لعلنا نؤجله بعد الآثار التي ذكرها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي جمرة الضبعي عن أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث، قال: لا، أنا أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي ممن أن أقرأ كما تقول. وبه إليه قال حدثنا جعفر أيضا قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبيد المكتب أو المكتب قال: سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة فقرأ قراءتهما واحدة وركعهما وسجودهما وجلوسهما أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة ثم قرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال ابن القيم في هذا المعنى: قراءة آية، هذه الختمة التي قلنا عليها اللي هي يجلس ويتدبر ويتفكر وينظر في التفسير وفي الأحكام وفي المعاني، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قام ليلة كاملة يقرأ: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وذكرنا بعضا من هذه الآثار. قال: فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة، خير من قراءة ختمة بغير تفكر أو تفهم، وأنفع للقلب وأدعى لحصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. نقول مع هذا لا بد أن تكون له ختمات أخرى، هذه الختمة التدبر تكون حاضرة معه دائما، وتكون معه الختمات الأخرى التي ذكرناها. قال محمد بن الحسين. نعم. أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بجميع ما حثثتهم عليه من جميل الأخلاق، وينزجروا عما كرهته لهم من دناءة الأخلاق، والله الموفق لنا ولهم إلى سبيل الرشاد بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. تم جميع الكتاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. الله خير. الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الأداب والأخلاق التي استمعنا إليها طيلة هذه الرسالة، استمعنا إلى هذه الرسالة النفيسة، وأن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به المتخلقين به، وأن يعيذنا وإياكم ويحفظنا وإياكم ويقينا وإياكم من سبيل يعني الذين لم يعملوا بالقرآن ولم يتخلقوا به. فينبغي أن تكون يعني هذه الرسالة دائما حاضرة معنا، نقرأها من حين إلى آخر،
كما قلت ينبغي أن تكون هذه الرسالة النفيسة دائما حاضرة معنا، وأن نعيد قراءتها، ويعني نعيد أيضا سماع الشرح والتعليق. وهناك شروح نفيسة أطول من هذا وأبسط من هذا، منها أكثر من يعني طول النفس في التعليق على هذا الكتاب، الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، فقد شرحه في 18 حلقة مطولة، وهو شرح نافع جدا، أوصيكم به أن تعودوا إليه. وشرحها أيضا وعلق عليها شيخنا الشيخ عبد الله العبيد، وكذلك شرحها وعلق عليها الشيخ الدكتور حسن البخاري والدكتور خالد السبت، وشروحهم جميعا نافعة، وكانت في دروس مستقلة يعني أخذوا يعني وقتا فيها. ولعل هذا التعليق المختصر فيه يعني فائدة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن، وأن يخلقنا بالقرآن. من حضر هذا المجلس معنا مباشرة أو حضره على الزوم، نحن كله أو جله بأفوات قليلة نجيزه بهذه الرسالة وبهذا الكتاب بأسانيدنا إلى المصنف رحمة الله عليه، نجيزه إجازة شفوية، وإن شاء الله تأتيه الإجازة المكتوبة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا قارئ القرآن قد وفاك من زمرة الإتقان ما أغناك.